اوكي والله انا تمام الان، هذا ما له في القهوه اللي قاعد يصير. اعزائي المتابعين، انا ما كنتم متين بن عبد الله از باك. اسعد الله مساكم وصباحكم اعزائي المتابعين، وكنتم متين بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله قلنا يعني انا حاليا الساعه عندي غيرت الساعه طبعا فقط لهذا الفيديو، يعني عشان احس اني افخم وكذا. الساعه عندي 7:30 المغرب ومره تعبان كذا نعسان، ولكن لسه يعني اليوم يعني باقي فيه كثير، فقلنا يعني ليش ما تاخذ شيء كذا قهوه يعني يفرفش. فلذلك فيديونا لهذا اليوم جايبين انواع قهوه، مثل ما قلنا لكم في الانستغرام صوتوا تبون قهوه ولا عس كريم، قلتوا قهوه. هذا مو معناه الفيديو الجاي عس كريم، الفيديو الجاي مفاجاه كفيديوهاتنا كلها. في فيديونا لهذا اليوم راح نجرب انواع غريبه من القهوه. شنو هذه الانواع يا نوتيم؟ تابعونا وان شاء الله راح تعرفوها، ولكن قبل لا تتابعونا راح نحتاج نلف الكاميرا كذا ونبدأ بأول قهوة عندنا لهذا اليوم. قهوتنا الأولى لهذا اليوم جبنا كارميل ماكياتو من ماركة جاينت إيجل. هذا أرخص شيء ممكن تلقاه بالسوق، شيء يعني معتدل سعره للناس اللي تبغى تجرب ما تدري وش تختار. 12 علبة فيه، طبعا كل القهوة اللي راح نستخدمها اليوم راح تكون كيورج ستايل. تحط القهوة هنا طق تشك بوم. هذا لايت روست أو هنا تحميص بسيط جدا، بس اللي لاحظت شيء ان لونه هنا اسود، بينما طول عمري اشتري الكارميل ماكياتو يكون فيه مبيض او حليب او اشياء كذا. طبعا كلها راح نستخدمها، ما راح نخليها كثير، راح نخلي كميه بسيطه فقط من القهوه تستوي عشان اننا نذوقها بطريقه مركزه، فنعرف من اول مزه انه شنو هذه القهوه والاشياء هذه كلها. ف اعطينا قهوه داعبي عقلي، ما ادري. اوكي ماني شايف اي كارميل ماكياتو في الموضوع انا، بس طبعا راح نشربها بدون مبيض، راح نشوف الطعم وكذا والاشياء. زبدنا مره حر. اوه نشرب قهوه على الحر. ريحه الكارميل ماكياتو بانت جدا، ولكن مستغرب كيف انه كارميل ماكياتو بدون الكريمه وكذا، ما قد جربت من قبل. يا اوكي ريحتها مره حلوه. اوه ريحتها، لكن باين ريحة القهوة، باين ريحة الكارميل مرة، ماكياتو. يا، خلينا نقول بسم الله. اوه يا، اوكي. يا، طعمه كارميل ماكياتو جدا، ولكن باين انه ناقصه اللي هو شو اسمه؟ الكريمر اللي كان موجود بالعادة يحطوه يعني. اتوقع لو كان بالكريمر كان راح يطلع مرة ألذ، ولكن ما هي سيئة. ابدا ما هي سيئة، واو. الناس اللي تحب القهوة اللي مرة كطعم قهوة هذه ما راح تعجبها، الناس اللي تحب القهوة اللي يكون فيها هنت بالاشياء اللي الحلوة يعني كارميل ما كارميل الاشياء كذا الحالية، هذه راح تناسبكم مرة. هذه راح اعطيها 7/10 ونروح لقهوتنا الثانية. ثاني قهوة عندنا لهذا اليوم، هالمرة جبنا ماركة دانكن دوناتس، ولكن هذه المرة بيكري سيريس اللي هو سلسلة المخابز، هالمرة على كارميل كوفي كيك او قهوة الكيك بالتوفي. اتوقع انها بتكون هنت نفس اللي قبل، ولكن انا عن نفسي افضل قهوه دانكن دونتس صراحه على قهوه ستاربكس. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، انت كعاشق قهوه ساخنه تفضل قهوه دانكن دونتس ولا قهوه ستاربكس؟ تحت. مستعدون؟ راح نقول جمله اللي دائما نقولها لما نشرب قهوه. اعطني قهوتي ايتها الصعلوكه فأنت عبدة لملذاتي. أو يا أوكي يا مجرد بدأ يصب طلعت الريحة جدا نايس. أوه ريحتها واو. أوكي هذه بصراحة هذه بالذات حرام تشربها بدون كريمر. أوكي الريحة اللي كانت تشمها أقوى من الطعم اللي ذقته، باين نكهتها كبلاك كافي أكثر من الكارميل، بينما ريحة الكارميل اللي كانت طالعة كانت مرة قوية ترى اللي كذا تعطيك يعني. ما ادري يعني ما اشوف حالي اني اجربها كتغيير على القهوة العادية. ما 4/10 نروح للي بعدها. ثالث شيء راح نجربه اليوم، هذا مو قهوة، هذا ما ادري مكتوب عليه الليمون جينجر، هذا الشاي ولكنه بنكهة الليمون والزنجبيل. ما ادري تحمست له، حسيت انه بيكون يعني مرة قوي،
في نفس الوقت في نص الفيديو كذا نغير يعني عن القهوة. هذا طبعا شكله اللي قبل مرة في شكلهم، ولكن شكلهم عادي نفس العلبة. اوكي طبعا دائما لما تجي ترفع هذه القطعة بالذات تكون مرة حارة، فانتبه. اوكي او زين ما شزمه، بغينا نجيب العيد شوي. سكوب لي جنجرة ليموني، ما ادري احس ليمون ما ادري، ما احسه بيكون مرة بطل يعني، ولكن ممكن يتغير رأيي في اي لحظة، ما تدري يعني. اوكي يا زنجبيل وليمون وبقوة. اوكي طعم الزنجبيل والليمون بالضبط. صراحة يعني لو كنت مريض كنت شيء كذا، فهذا مرة بفيدك يعني مرة. اوكي في الشتاء، في عز الشتاء، من المشاريب اللي ممكن تستطعمها. ولكن نكهته ما هي قوية يعني، توقعت انه نكهة الزنجبيل راح تكون اقوى، نكهة الليمون ممكن راح تكون يعني انطع، ولكن ما ادري يعني ماني حاس باني قاعد يعني ماني حاس انها التجربة الكاملة. اوكي هذا ممكن اللي راح يفيدي اياه اني احط عليه ليمون زيادة، ولكن ما هو سيء. 5/10 احس كفايه عليه. زبده الى الان يعني الاشياء ما يعني ما يعني روح للي بعده، واللي بعده دائما اشوفه، ولكن لفتره ما حسيت ان حان الوقت لتجربته الا اليوم. كافي ولكن بنكهه بلو بيري. انا ما ادري ليش في كافي بهذه النكهه، انا ما ادري مين سوى كافي بهذه النكهه، انا ما ادري هل راح يكون في هنت بلو بيري ولا نكهه بلو بيري فيها قهوه ولا ايش، ما ادري عن اي شيء عن هذا المنتج. ولكن لا اعرفه ان في قناه شخبار لهذا اليوم راح نرد على جميع الاسئله، سواء كان سؤال ام ايمان ولا ما هو سؤال ام ايمان، وراح نجرب هذا هنا ما هو مبين في اي شيء، ولكن في هنا ببين. تخيلوا لو يطلع لون القهوه هذه ازرق، واو بجد يعني تخيلوا لو يطلع لونها ازرق كذا يعني، ما ادري احس انه ما ابغى اتخيل عشان لا انصدم مره يعني. فنشوف ايش راح يصير هنا. ها قهوه زرقاء، قهوه ما يعني كما ترون لونها عادي، ما هو لون ازرق ابدا. اوكي يا ريحتها ريحه مافن على بلو بيري جدا. اوه اشتهيت مافن تصدقون، بعد الفيديو لازم اروح اشتري لي مافن، انا لازم ادلع حاله في اخر يوم قبل لا يرجعون سيزن بعد. اوكي ريحتها بلو بيري جدا، ولكن ما ادري يعني ودي تكون نكهه اكثر من انها هنت. ولكن حتى لو كانت هنت بما انه شيء فروتي احس كهنت بيكون حلو، بعكس الاشياء اللي حاليه مره يعني مثلا اللي جربناه اللي كان على كارميل كافي كيك، هنا احس لو هنت بيطلع كويس يعني بياخذ تقييم عالي، ولكن لو كان طعم احس بيكون اعلى يعني ألذ. الريحه مره يعني حلوه بصراحه للحين ريحه البلو بيري. بسم الله. اوه يا اوكي يا طعم البلو بيري مره قوي، ما هو هنت بسيط، لا في طعم بلو بيري كذا يعني which is nice. او حار ما هو باللذه اللي كنت متوقعها، ولكن ما اللذيذ. اوكي يعني ما هو 10 اكيد ولو 9، بس نايس يعني مره كذا من 1000. يوم فرائحي تطلع نص دوام يوم الجمعه ما تبغى تضرب كافي عشان لا يذكرك بالاثنين اللي ما ضاد تعيس، تقدر تضرب اللذيذ هذا وتبدا يومك فرائحي، بس لا تشغل لي فيروز، نزع الفرحان وانت رايح الدوام. احس اني مختلف يعني، احس اني انسان اخر. ساعة الان ما ادري كم، بس احس اني انسان اخر. اوكي بصراحة مرة عجبني، بعطيه 8/10 وجدا يعني قوي يا اخي لذيذ، يعني في شيء يعطيك جو فرايحي، يعطيك جو حلو، يخليك تقول شو اخبار على المليون. نروح للي بعده. جينا للمنتج اللي بعده، رجعنا الى دانكن دونتس البيكري سيريز او سلسلة المخابز، ولكن هذه المرة على سينمون كافي رول. هذا المفروض انه بيكون سينمون كافي رول يعني، اوكي يعني اتوقع اني قلتها اللي قبل اعطينا تقييم مره سيء، ولكن اتمنى ان هذا نكهه السينمون تكون اقوى من نكهه الكارميل في اللي قبل. اذا كانت اقوى بصراحه راح اعطي تقييم اعلى، ممكن يكون يعني شيء لذيذ. ف نبدا ونجرب شكله عشان لا الناس تزعل، نوريكم شكل اللي كان قبل. هذا اللي كان قبل على كارميل، وهذا اللي على سينمون. طبعا اتوقع كلكم عرفتوا شنو اخر شيء راح نجربه اليوم من الثمب نيل والعنوان. قبل لا نجرب هذاك الشيء بالذات، طيب ابغاكم توصلون هذا الفيديو 20,000 لايك،
وراح ناخذ القهوة الأخيرة اللي راح نجربها آخر شيء، ونسوي منها مثلا كوفي كارمل كوفي كوفي كيك وأشياء كذا، نشوف هل هذيك القهوة تجيب العيد زي القهوة يعني أشياء مخبوزة ولا لا. صعلكيني يا قهوتي الجميلة، فأنت أكثر إغراءً مني. ما أدري هم يقولوا كذا حق تويتر ولا لا، بس أنا يعني الناس اللي تتابعني في تويتر راح تلاحظ إنها ما أدري ليش تتابعني، ما أحط شيء يعني، أرد على ناس بس يعني خفايف. يا ريحة السينمون طلعت. ولكن لا تتسرع بالحكم صديقي المتابع، فقد يغدر بك الدنكن دونتس، وقد لا يغدر بك، ما تدري يعني للحين إيش ممكن يصير. قهوجيني يا قهوتي، باين انه راح يكون هنت لان ريحة القهوة مرة باينة هنا، ومع ريحة القهوة تشم كذا ريحة سينمون حلوة، كذا ريحة سينمون بانز، الاشياء الجميلة هذه اللذيذة. اوكي ريحة السينمون حلوة كذا، يعني ترفع التقييم عن 4 اكيد. طعم السينمون باين شوية، يا ألذ من هذيك، ولكنها ما هي توب يعني. ما زلت تحس بانك في جو القهوة، ولكن جو القهوة اللي قاعد تحس فيه ما هو يعني ما هو جو قهوة عادي، لا تحس انك افخم من الناس شوية. شلون يوم تيم تحس انك افخم من الناس شوية؟ يعني انت قاعد تشرب قهوة هم يشربوا شاي حليب، لا والله هم افخم شوية صراحة. انا عن نفسي صراحة افضل الشاي حليب على القهوة، ممكن لان عندي حساسية من القهوة، وهذا الشيء الناس ما تعرفه. فلذلك في فيديونا لهذا اليوم بعد الفيديو انا راح اتعب نفسيا صراحة. هذا شيء الناس ما تعرفه، ولكن يعني ما أدري، ما هي تلك القهوة التي يعني تداعب مزاجك، يعني تو أفكار ما لها شغل. طيب ما تقول عنها الكلام هذا، القهوة هذه اللي تقول عنها أن فيها ريحة سينمون، أتذوق السينمون قليلا، يعني تستاهل أكثر من 4 و5، ولكن هل تستاهل 7 إلى 10؟ أبدا. لذلك راح تأخذ معانا 6 من 10 هذه القهوة، ونبدأ الآن في القهوة الشاطحة اللي راح تنبسطوا معنا فيها. قبل لا نروح للقهوة اللي بعدها، يعني خلونا نتكلم شوية عن الهودي اللي لابسه. لا ما راح نتكلم عنه، ما هو مرة صراحة يعني في صورة كان أحلى، لما طلبت طلع كذا الزبدة، حتى من هنا ما أدري الزبدة ما علينا منه. للناس اللي حابة تشارك في إعداد الحلقات، يعني إنه تصويت ما تصويت، وإيش رأيكم في الفيديو جاي يكون كذا ولا كذا والأشياء هذه، الانستغرام حقي دائما يكون عندنا بوز وتصويت والأشياء هذه. فاللي حاب يشارك يعني يتابعنا في الانستغرام، وكلكم ألف مرحب فيكم، لا ألف مرحب بكم. وهذه القهوة اللي بعدها، هذه قهوة ولكن هالمرة من سينمون بونز، لا مو سينبون ماركة. هالمرة جابوا لنا قهوة على سينمون رولز، على يعني السينبون اللي تاكله هالمرة قهوة عليه، يعني ما تشرب قهوة عادية وتاكل السينبون، لا يا حبيبي، اثنين مع بعض كذا. هذه طبعا للناس اللي تسأل كيف شكلها، لنجرب. بس قبل لا نجرب خلينا نزيد مايها عشان لا تخلص الآلة علينا تقطع كذا. تعلموا دائما ان الماي يعني لما تخلصوا غرشة الماي تفروها وتقفلوها عشان تاخذ مساحة اقل يعني في الزبالة عندك، ودائما اعيدوا تدوير البلاستيك ودمتم سالمين. هيا يا ايتها القهوة، اعطني ما لديكي فانا لا اهوى سواكي. هاشتاج تويتر، ما ادري هاشتاجاتهم شنو، ولا هاشتاج قهوتي ساخنة. الريحة، لا 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 لا، يا مشاكسة. الريحة اللي قاعد اشمها شيء خرافي مرة، ريحة السينبون بقوة. اشتهيت سينبون يا اخي، ما ادري في عندي هنا سينبون قريب ولا لا. اوكي نايس، الشيء اللي قاعد اشربه بصراحة مرة لذيذ. واو اوكي نايس لذيذ، انت السينبون باين فيه، ولكن يعني ما هو طعمه ما هو قوي، يعني ما كان قاعد تشرب عصير سينبون، لا بالعكس يعني هنت سينبون مره، والقهوه بصراحه الكواليتي حقها مره عالي. هذه بصراحه مره لذيذه، ما توقعتها راح تكون بهاللذه، ولكن واو يعني جد واو. مجرد تشمها يا رجل خلاص يعني تعطيها تقييم عالي بصراحه. هذه بعطيها 9 من 10، وللناس اللي ودها تجرب قهوه يعني تكون رايقه مره، مزاج عالي كذا بجو فرايح، بس هذا لا تشربها ايام دوام حبيبي، هذا ويكند طالع الصبح تفطر برا، طالع تفطر برا ليش تسوي قهوه في البيت يا اخي، انت مره كئيب، بس فيك تجربها فاهمني يعني. نروح اللي بعدها، القهوه اللي بعدها مو لراعين المزاج، لراعين التصوير وكذا. يعني هالمره جبنا من ماركت جيفاليا، هالمرة جبنا كبشتينو يلد. اوكي طبعا هذا خطوتين، فيه الخطوة الاولى يعطيك هذا الباكيت، وتالي يعطيك الكيوريكا الباكيت هذا، وتصبهم في الكاس. الجزء الثاني اوكي كالحجم مرة كبير،
يا ما توقعته بيكون كذا. هذا اتوقع لو بأسويه راح اسويه في كوب كبير. ما ادري دقيقة هل يقول لك filled using. اوكي بغاك تستخدم ال 8 ounces فيه. ما ادري اي واحد. خلنا نشوف اي واحد ال 8 ounces عشان نعرف نستخدم. اوكي عرفنا ال 8 ounces وهو الوسط. اتمنى ان ما نجيب العيد وما يفوض. هذا بالذات لو فاض يعني راح يسبب مشاكل مرة كثيرة. اوكي هذا كابتشينو عادي الظاهر. يا كابتشينو عادي ما في نكهة يعني. يعني نكهة الكابتشينو المعتادة اللي جربها دائما. اوكي. دعواتكم انه ما يفوض يا جماعة. هذا طبعا. او صح ما وريناكم الباكتس طيب. هذا الاول اللي يجي الظهر في حليب. ماني متأكد. وهذا الثاني كابتشينو. يا رب ما نجيب العيد ويفوض. مستعدون؟ Let's do it. المفروض نسوي رغوة وزبد يعني. اذا ما سووا لي الرغوة والزبد صراحة ما يعتبر كابتشينو. ما هو الكابتشينو اللي نحتاجه. اوكي انا القهوة بدأت تلعب فيني شوية. اوكي مكتوب انه لازم تخلط الان. اوكي هو اعطاك الرغوة اللي انت تبيها كما نلاحظ هنا. ولكن راح نخلطها عشان اللي تحت يعني يطلع وكذا. راح نجربك طعم كذا بروحة يعني بدون الاشياء الثانية. فنسيت اجيب ملعقة. اجيب ملعقة نخلطها ونكمل. اوكي يعني اللي قاعد اشوفه بصراحة نتيجة حلوة. نايس. ولكن الطعم اكيد يا حبايبي. اوه نايس مره لذيذ كريمي كذا. هالكريم هذه الرغوه اللي فوق مره حلوه صراحه. واحده من الف كابتشينوز اللي سويتها بالبيت وجربتها. في نفس الوقت ما احتجت الآل اللي تسوي الرغوه والعفسه هذه. انه لا كوريج ضبطنا كل شيء. نايس عشان يبين انا قاعد اشرب كابتشينو يلا. اوكي الطعم غني. طعم الكابتشينو الاصلي نايس لذيذ. النكهه مركزه حلوه. في نفس الوقت الحليب مره مهم يعني ومره حلو. يعني الحليب قاعد يعطيك شيء يستاهل انه يتجرب جدا. ما اشوف المنتج هذا باي طريقه ممكن يكون افضل. حلاوته كويسه. طعم القهوه فيه باين. الحلاوه اللي فيه او السويتنس نفسها ما هي ظالمه القهوه. ف يا 9 اكيد بعطيه يعني. وبصراحه الى الان هذا هو منتج اليوم. ولكن المنتج الأخير ممكن يصير منتج اليوم بطريقة أو بأخرى. مستعدين المنتج الأخير؟ أنا بعد مستعد. خل نروح نجرب آخر منتج عندنا لهذا اليوم. لا آخر منتج عندنا لهذا اليوم. رجعنا مرة أخرى إلى أقوى قهوة في العالم كله. طيب يا متيم ليش رجعنا لها؟ ودي أجرب أشياء كثيرة فيها. طيب ولكن اليوم راح نجرب شيء واحد معاها. اشتقت لها شوية كذا. دائما الناس لما تجربها ملاحظ انه لما تجربها عادية كذا. اليوم يعني بنجيب كريمر نحط فيها فرنش فانيلا كريمر. نشوف كيف يطلع معاها. ومثل ما قلنا لكم 20,000 لايك راح نسوي منها كيك. راح نسوي منها سينمون رولز. راح نسوي منها اشياء مرة كثيرة. راح نشوف هل هذه الشيء الخرافي هذا هل هو كويس ولا لا مع الاشياء الثانية. يا رجل الباكج بروحه مال القهوة يخوف. يعني اوكي حتى الآلة خافت من القهوة هذه. كنت راح اجربها على اصغر حجم ولكن غيرت رايي. خليها يعني خليها تكون حجم وسط عشان الكريمر اللي بنحطه يعني يكون له دور كبير يعني انه ما يتكتل. فاهمين شلون؟ هي ريحتها ريحة طفو سجاير ما ادري ليش بس هذه ريحتها. وهذا شيء خوف بالنسبة لي انا. للناس اللي تتابعونا في البيت لا تجربوا هذه القهوة. فهذه القهوة قد تسبب لك اشياء مو كويسة ممكن يحترق لسانك وانت تشربها. فلا تشربها. شوف الآلة نفسها قاعدة تراجع نفسها تقول الحين متيم تبغى ور يعني ابن الحلال لا. بس أنا أقول لها إيه. فاهم شلون؟ الوضع مرة يا شميت ريحتها ذكرت ريحتها. الله يستر يا جماعة الخير الله يستر. خلاص وقف. هذه القهوة بالذات ما يمديك ما يمديك تقول عليها كذا تغريدتين كذا حلوين. والريحة. خلنا نحط لكم كذا قهوة الموت هنا. مرة واحدة نصور الثامبنيل. خلي الفوكس عليها. هذا قاعد اعلمكم كيف تسوي ثامبنيل 101. طيب تمسك هذه كذا. لا ما يحتاج تمسكها كذا هادها. وطالع وين؟ طالع كذا اوكي. يعني نظرتي انا نظرة المستغرب مو القرفان المستغرب. اوكي وتحط هذه كذا. طبعا هذا الكوب ما راح ينشرب لان حطيت كميه مره اوفر. فراح اسوي كوب ثاني. ولا تدرون خلينا نجرب هذا. طيب نخلط نشوف هالكميه اللي حطيناها كويسه ولا لا. اقوى قهوه في العالم بس المرة بالفانيلا. هل تدلعك أم تجهر بروحك؟ ما أدري شيء كذا يعني. بسم الله. أوكي. أوكي. أو يا.
اوكي والله انا تمام الان، هذا ما لي شغل في القهوه اللي قاعد يصير. اوكي طعم الفانيلا تمام، فجاه كذا القهوه تعطي كذا بروم كذا في نص راسك. اوكي ولكن كل شيء مستتب ولا الحين تقدر تشربها كذا وبعدها تروح للمستشفى عاد، يعني ما حب يقول لك لا. طعمها حلو يعني، اذا بقيم هذا صراحه خلى طعمها مره لذيذ، 9/10 صراحه بعطيه. فهذا اللي كان عندنا لليوم احبتي، لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير وتظهرنا للفيديو الجاي قريبا جدا جدا. كان معكم متيم بن عبد الله، وش اخبار مثل ما هو مكتوب هنا. طيب كل المكان هنا كله مكتوب شو اخبار على المليون. يلا سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.